السلام عليكم. وعليكم السلام. بتينا كدرتي؟ الحمد لله. كدرتي انت على خير؟ مزيان الحمد لله. طيب كيفاش هي باريس؟ الحمد لله غير بارده شي شويه. ما عندكم ما تيطيحش عندكم الثلج؟ لا شويه، لا نزل غير مره، ولكن ماشي بشي كلشي ديال مالك راه الخلاف. ولكن كاين الموت ديال البرد. واش شتيوه؟ ضروري. نعم. بوزينا في هاد البرد وفي هاد الشتا شنو ماشي واد لي عاده كتحضري؟ صديقون يعني انا تقريبا المطبخ ديالي ميديتيراني، يعني مخلط ما بين المغربي وما بين الفرنسي. صديقون يعني ندير لي سوب مثلا ديال الثومه تسخن دائما، يعني كنختار الحوايج اللي تتسخن لي مثلا ديطاره مغربيه. تبارك الله عليك. ولكن ما علاش منها. معلوم. قلتي لنا اليوم شنو غادي تقترحي لنا ان شاء الله؟ ان شاء الله نعطيك واحد الصلعه ساهله بلا عطريه، يعني بالنسبه للبنات المبتدئات كنعملوها بالاعشاب. غادي نحتاجو فيها بلا بطبيعه الحال ثلاثه الورقات ديال سيدنا موسى، نص معلقه صغيره ديال الزعتره، عريش ثلاثيه، ملح وابزار، زعفران شهره، والسمن. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو بالنسبه للصلعه. وبطبيعه الحال الخضر تتبقى على حسب الذوق اللي غادي نرافقو بها. طريقة بسيطة بزاف كيفما المقادير. في طنجرة كبيرة غادي نوضعو الطلعة ديالنا، نغطيوها بالماء ونزيدو ليها دوك الأعشاب، نعملو أدير وزعترة وورقة موسى، الملح والإبزار. صايا نسدو عليها ونخليوها طيب. ملي طيب تندهنوها بالسمن والزعفران الحار، وتندخلوها تحمر في الفرن، وتنبداو نحضرو المرافقات، سواء خضرة مفورة مثلا، غير الخضرة، أي حاجة لي شودو بوكتيل، يعني أي خضرة عند السيدة تشحرها مع الزيتة والملح لي بزاف شي كلاتنوت. تنزينوها كيف ما عطيتك ديك المرة الطريقة الزين بهديك الطوماتوري. تنعملو غير شوية ديال السكر يدوب على الكاسرولة. ملي بدا يتحول الكراميل تنغطو فيه طوماتوري سواء ملونة أو حمراء. من بعد ما تنكونو تكيناها في كيردون ديال السنان، تنغطوها في هداك الكراميل مباشرة، تنغطوها في الزنجلان وفي البافو، يعني باش يجيونا مشكلين. فاش تنعطو ديك لاسيديتي ديال الطماطم مع الكراميل الحلو مع هداك اللون ديال الزنجلان، تنعطي واحد المذاق رائع جدا. وبهذا الكيردونيت باللور ديالو تنتكوم في الطلعة. وكيف ما قلت لك التسين تيبقى على حسب الضغط. ما تحبش غادي تختار ما شاء الله المغربيات راه فنانات، يعني ما يحتاجوش منا. تماما. وكنتمنى السيدة تجربوها الطليعه وتنال الاعجاب، ونهار مبروك وتحية كبيرة ليك ولكل الطاقة وسيرتو الولد اللي تيستقبل المكالمات. شكرا لك. شكرا لك بوتينة. طيب عمرك. نهارك مبروك. بارك الله فيك. شكرا لك بوتينة من